يا أيتها الأم الكريمة مربية الأجيال أنت، في مخدعك ينشأ الرجال، تلقني القرآن وجرعيه قلوب الصبيان، علميهم دين الإسلام والرهبانية في الدين، وأن ما بعثنا إلا للجهاد، وأن هذه الأمة هي أمة الجهاد، وأن نبيها هو نبي الملحمة. علمي صبيانك أن ما أخذ بالقوة والقهر لا يسترد إلا بالقوة والقهر. علمي صبيانك أن دين الإسلام باخٍ لن يزول، وإنما يتساقط المنافقون بين يديه، وأن كرامة الواحد منهم أن ينشأ خادما لدين الله ودعوة التوحيد. علمي ابنتك شرف الحجاب وكرامة القرار في البيوت وفساد النسويات ودعاة التحرير. ثقفيها لتغرسي في فطرتها الخوف من الشاشات، وأن أحسن الحياة بين يدي الكتاب والسنة. علمي أبنائك أن الشعار الذي ينبغي أن يحفظ ولا يترك: ارفع رأسك يا بني أنت مسلم سني، ارفع رأسك أنت مسلم سني. علميهم هذا الدين.